بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن في مدينة إدلب، بعد قليل إن شاء الله سوف نقوم بسؤال الأهالي عن الاتفاق الذي حصل مؤخرا ويسمى اتفاق سوتشي. تابعوا معنا الآن. ما رأيك باتفاق سوتشي أخي؟ أخي اتفاق فاشل بامتياز. نحن هيئة تفاوض لا تمثلنا ولا بديل عن إسقاط بشار الأسد. سحب السلاح ثقيل أن يعني من قواتنا هي تعتبر إهانة جدا وما بنرضى نهائيا. ثورة بإذن الله تعالى راح تظل مستمرة مع الاقتتال، وأهالي الشعب والمعتقلين والشهداء هن اللي راح يقرروا مصير الثورة اللي توقف أو لا تكفي. ونهاية بحب أقول لك أنه لا بديل عن إسقاط بشار الأسد. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ما رأيك باتفاق سوتشي؟ والله اتفاق سوتشي احنا رافضينه رفضا رفض يعني كامل، لانه هذا الاتفاق هو عبارة وسيلة للدخول لسحب السلاح الثقيل من الفصائل، وهذا والروس ما نثق بهم، وهيئة كل من يتفاوض مع الروس ومع الدول الثانية هذا لا يمثلنا. احنا لا نثق إلا بالسلاح، هو اللي يقوم بتحرير الأرض وحماية أراضينا وحماية الأراضي المحررة. ومكر الروس ومكر هاي الاتفاقات اللي يقوموا فيها هاي كلها عبارة عن خدعة لأخذ الأرض المحررة. ما رأيك باتفاق سوتشي أخي؟ أخي اتفاق سوتشي هو عبارة عن أكاذيب دولية ومؤامرات تحاك ضد الشعب السوري الحر البطل العظيم الذي قدم مئات الشهداء منذ بداية هذه الثورة العظيمة، وقدم أيضا الشهداء والجرحى والمصابين، وقدم موجة نزوح كبيرة ومعاناة كبيرة في ظل هذه الثورة العظيمة. هو عبارة عن خيانة عظمى ومؤامرة كبيرة على هذا الشعب وعلى هذه الثورة السورية. ما رأيك بمؤتمر سوتشي أخي؟ هذا مؤتمر لا يمثلنا، وهي التفاوض لا تمثلنا. الحل الوحيد هو الجهاد في سبيل الله والقتال حتى إسقاط النظام ورمز النظام بشار الأسد الخائن. ما رأيك ببند سحب السلاح الثقيل من الثوار؟ لأجل الضغط على الثوار من أجل الانتزاع منهم عرضهم وهو سلاحهم. جزاك الله خير. وإياك.